لا انذار بتاعها من جوزك. مامي، هي طنط مريم متجوزه؟ نديم انت فين مصطلح؟ الحق مالك بتتضرب تحت؟ ايه ده؟ ست جايه تشتغل معانا ضربوها قدام شركتي اسيبها؟ انت ما تقولش ليه انك رجعت الرشا؟ نوم حبيبي يا ديني. مريم ده انت مراتي وانا جايبك من الشارع. ليسي بقول لك العيل الواطي ده جوه وسامعنا ومش لوحده فعلا. وهي مريم صغيره يا حبيبتي؟ اللي يعمل اللي عامله دي مش راجل. اللي تبعت ستات دي اكيد واحده ست. بتبقى لعبه كبيره قوي يا مجدي بتصفيه حسابات يعني، وانا لو اتكلمت البلد تولع. يوميها انا كنت يوميها فعلا. كنت مع تامر وتحريات المباحث بتقول انك خرجت مع المجني عليه. هو خلاص بقى مجني عليه؟ والله العظيم حرام اللي بيحصل معايا ده. انا اللي مجني عليا هنا. ما هو انت لو ساعدتينا وقلت لنا اللي حصل هنريحك من ده كله. اللي حصل اني كنت سهرانه مع جوزي وفي فواتير وشهود بكده. وفي شهود برضه بيقولوا ان شافوكي وانت بترقصي مع تامر وانكم خرجتوا مع بعض ورحتي مع بيته. ما حصلش، كدابين. انا لا رحت بيته ولا اعرف بيته ده فين من اصله. كفايه بقى ظلم. ظلم؟ ايوه طبعا. لما تجيبوا ست محترمه من بيتها تقبضوا عليها يبقى ظلم وافترا كمان. طب يا ستي عشان احنا ناس ما بنحبش الظلم ولا بنحب الافترا هتفضلي محبوسه لحد تقرير المعمل الجنائي ما يجي، وانا هنزل بنفسي للقاضي في التجديد واطلب استمرار حبسك. جرايه حليتها، روح يا اخويا ناديني اللي مشغلك. كلمي عيلتي يا ست انت. لا يا اخويا، سافري قفه معوجه ولا معوجه، اجري بسرعه. وانت مين انت عشان تقابليه؟ بقول لك ايه، مش عايزه رغي كتير، مش همشي من هنا لما يجي اللي مشغلك. طب اتكل على الله. اوعى انت بتخدي نفسك يا ست. يا نديم باشا، يا نديم باشا، يا نديم باشا، يا نديم باشا، يا نديم. يا نديم باشا، يا نديم باشا، يا نديم باشا، يا نديم باشا. كلمت ست انت ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ يا قابلوا قراءات بالتفاهم يا اما انا هروح له الشركه واعمل لكم اللي هناك. في ايه يا سيد؟ عايزاك يا باشا. انت تعرفيني يا ست؟ ايوه يا باشا، واعرف مدام رشا كمان. تعالي. بص يا باشا، انا المدام اتفقت معايا عشان ننفذ لها عمليه شمال لمؤاخذه وهتدينا 200,000 جنيه، وانا بصراحه كده نفذت يا باشا. هاخد 100 قبل و100 بعد. وانا من الاخر كده جاي اخد المية اللي بعد. انا نفذت يا باشا، بس لما اخذها جيت لقيتها محبوسه. مصلحه ايه اللي كانت عايزاها منك؟ كانت عايزاني نعلم على واحده بتيجي لحضرتك المكتب، يعني نعمله معاها الغلط من الاخر. اسمها ايه الواحده دي؟ الواحده دي اسمها مالك. وعايزاني اصدق الهبل ده؟ حقك يا باشا، بس انا بقى عندي اللي يخليك تصدق. امشي اطلعي بره. هي باشا وليد بيه هو اللي معرفني عليها، والاتفاق كان على يده. بره. لا لا، انا ما يتاكلش حقي يا وانطة. لا يا باشا، انا جاي اخد حقي. هتاكلوا على ولايه يعني يا باشا؟ اسمعي يا صرصار، انت مدام رشا ست محترمه ملهاش في الوسخات دي، ولو هلفطتي باي حرف ما حدش هيلحق يسمعك لاني هكون خلصت عليك. بره بره. أبوك أنت ورشا فيهم واحد. تعالي يا رنون. صباح الخير، كنت فين امبارح؟ رحتي له صح؟
امال خدت عربيتك ورحت بيها فين؟ بس لفيتي حوالين البيت 4 ساعات. معرفش ليه مش مصدقاكي. نزار طاعت ايه الهبل ده؟ هو عايزك ولا عايز فلوس؟ عارفة انا لو منك احطه قدام الامر الواقع. مش انت عايزني يا عم وبتلوي دراعي وبعت لي نزار بالطاعة؟ اديني اهو عندك، لا طلاق بقى ولا وجع دماغ. صدقيني يا مريم، زي ما بيلعبنا لازم نلعب لغاية ما ناخد البلاوي السودا اللي عنده دي. طب انا رنا سألتني ومعرفتش اقول لها ايه، عملت نفسي من بنها. انا خايفة تروح تقول لابوها، مش ناقصة مشاكل معاه. بس انا مش عارفة ليه مش مصدقاكي. انت متأكدة انك ما رحتلوش؟ ماشي 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 ماشي، متقلقيش انا هتصرف يا مريم. طمني بالك انتي، بس لو ما كانش معاه البلاوي اللي معاه دي. انذار من عمي وانذار من ليسي، شنطة الانذارات. عاوزة حاجة تانية غير المسك؟ زعفران؟ هات لنا عمنا زعفران كمان ما اشوف اخرتها ايه؟ ايه؟ ناسي حاجة؟ بقول لك ايه؟ اعملي حسابك انا مش جاي هنا تاني ولا هشتري حاجة زيادة. ايه؟ لا لا لا، مسافة السكة هكون عندك. بس ربنا يجيب نتيجة خير. ربنا يجعله بفايدة يا رب. ده المسك. أيوة. وده الزعفران ودي مية الورد. حلوة قوي. ناقصك بس دم الغزال. نعم؟ دم الغزال. شكلك كده ناوي تعمل مداد روحاني. مداد ايه يا أخويا؟ مداد روحاني. ما هو الحبر بتاع السحر والأعمال بيتعمل من الحاجات دي، مسك وزعفران ومية ورد ودم الغزال. دم الغزال؟ طب وانا ان شاء الله هجيب دم الغزال ده منين؟ لا ده مش دم غزال بجد. ده لون كده شبه دم الغزال. انا حديهولك هديه من عندي. طب يا عمنا تشكر. اهو دم الغزال اهو. قول لي بقى حسابك كده كام؟ مفيش بين الخيرين حساب. في ايه يا عمنا، انت هتبش عليا ولا ايه؟ لا صدقني انا بس كنت عاوز ارشدك للطريق الصحيح. بدل ما تقع في ايدين النصابين والدجالين. والله اصل الحكايه دي لمت قوي. كل من هب ومن داب راتش. عارف العلماء القدام ما تلاقيهمش ولا بتضلين. يعني افهم من كده انت تعرف حد مضمون في شارع البحر الاعظم؟ ايوه في الجيزه. هناك الشيخه فاطمه معروفة قوي. شيخة فاطمة في البحر الأعظم. ما بتاخدش فلوس. بتعمل كل حاجة لله. أيوة. أهم حاجة إن العمل يكون للخير. ربنا يعلم إنه في الخير. إحنا عاوزين نجمع بين اتنين في الحلال. لا ده جلب المحبة ده سهل جدا. بس أهم حاجة محدش يضحك عليك وياخد فلوسك. ربنا يستر يا عمنا. لفينا بقى الحاجات دي كده. مش عايز تعد فلوسك يا عمده؟ من امتى انا دين باشا وانا بعد وراك؟ خليها على الله. وبعدين هي دي اول حاجه ما بيننا. ده انا بتاعك يا ريس. الموضوع مش سهل. تخلصه بسرعه من غير ما حد يحس. والله رقبتي. سمعني خبر حلو قريب. اعتبره خلص. ما بعتبرش حاجه خلصت غير لما تخلص وانت عارف. ساعتين زمن يا باشا وهيكون التمام عندك. لما تخلص
تكلمني عن نمرة لآخرها سبعتين. مفهوم طبعا يا باشا. في حاجة أمضي لك عليها؟ تمضي إيه يا راجل؟ اتكل على الله. يلا. طب وبالنسبة بقى للفاينانشال مانجر اللي عمال يسألني على الفلوس دي، أقول له إيه؟ قولي له غداء عمل. غداء عمل؟ غداء عمل ب 500 ألف جنيه؟ يا فلوسي ولا فلوسه؟ الإصابات اللي عايزها يبعتها لي ونمضيها. كلمت رباب؟ آه، خبر تكذيب الطلاق نزل على كل الويب سايتس، على بالليل هيبقى في الجرايد كلها. بس أنا عايز أفهم. مش لازم. اهلا 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 ازيك؟ اهلا وسهلا، اتفضل. هاي اميرة. هاي ما. ان شاء الله تكوني احسن النهارده. احسن شوية. شوية ألم. اولا سوري ان انا دخلت كده على طول، بس الحقيقة انا ما لقيتش اميرة بره ومحدش سألني انت رايحة فين ودخلت. وفي حد هيسألك بعد اللي حصل امبارح؟ ما كانش ينفع اني اجي اخد حاجتي من السكيورتي من غير ما اطلع اسلم عليك. لو عملتي غير كده ازعل. حاجتك عندي انا شايلها لك، هروح اجيبها. ثانيه يا اميره، تشربي ايه؟ ثانك يو. ولا حاجه. ميرسي يا اميره. اهلا وسهلا. ميرسي. انت ما بعتيش حد ياخد الحاجات ليه؟ او كنت كلميني كنت بعتها لك. بصراحه اتلككت. أفندم؟ إيه أول مرة تسمعها؟ دول بيقولوا إنك من شبرا. بيقولوا من السيدة. وفي ناس بيقول لك من الزقازيق. مرة قريت إن أنا من المنصورة. ما بقتش عارف أنا منين. أوعى تطلع في الآخر من الإسماعيلية. إشمعنى إسماعيلية؟ أصل بابا كان إسماعيلاوي، بس عمري ما رحتها. ليه؟ ده إسماعيلية حلوة أوي، كلها ساعة من هنا. بسمع. بس اللي أنت ما تعرفوش إن أنا عشت معظم حياتي في أمريكا. بقالي بس 4 سنين مستقرة في مصر. فين في أمريكا؟ نيويورك. تجنن نيويورك. ده كان شغل ولا دراسة؟ دراسة وحياة وشغل. ماما كانت عايشة هناك بعد انفصالها عن بابا الله يرحمه، خدتني معاه. وفضلت ما بين هنا وهناك. لغاية ما توفت من 4 سنين. ورجعت أنا هنا. بس حلو قوي انك ترجعي بلدك وتشتغلي وتنجحي، مش سهل هنا. ولا هناك سهل. الناس واخده فكره غلط عن امريكا ان هي بلد سهله وحلوه وبس. بس الحقيقه ان هي بلد صعبه جدا. وتعلمك تعرف تتاقلم مع اي ظروف تواجهها في بلد تانيه. مهم انك تبقي مبسوطه. سيجاريلو؟ ثانك يو. ما بشربش. برافو عليك. انا بحاول اتخلص منه مش قادر. خبيش عليك، انا جربتها يعني بس ما عجبتنيش. كحيت. لا يبقى بطل على طول. بسرعه كده. مش عايزك تكح يا ستي، يحصل لك حاجه كل ما تيجي عندنا. طب بلاش. انا شغلني اللي حصل لك امبارح، وتاكدت ان كل شكوك اميره غلط. مدام رشا ملهاش علاقه بالموضوع خالص. انا عارفه ان مدام رشا ملهاش اي علاقه بالموضوع. أنا عندي مشاكل مع ناس كتير للأسف قريبين مني، مش بعيد يكون حد فيهم هو اللي عمل كده. تاخد إكسبريسو معايا؟ آخد. أعملهولي كده. سنجل ولا دبل؟ سنجل. يا ريت لما تيجي تقولي لها ان انا استنيتها اكتر من 20 دقيقه وموبايلها على طول مقفول من ساعه اللي جرى لها امبارح. هو ايه اللي جرى لها؟
ايه ده انت ما تعرفيش؟ لا في ايه حضرتك طمني. لا خليها هي بقى تقول لك علشان انا مستعجل. عندي محاضرة كمان نص ساعة، عن إذنك. مالك؟ الراجل ده وترني. يا بنتي ما أنت عارفة إن هو متوتر خلقة. لا أنت مش فاهم، بيقول إن مالك حصل لها حاجة إمبارح. مالك حصل لها إيه؟ مش عارف. مش أنت كلمت أميرة بتاعتك دي إمبارح؟ أيوة بس ما ردتش عليا. وبعدين لا أنا كلمتها في البيت إمبارح ملك، والبنت الصومالية ردت عليا قالت لي إن هي دخلت نامت خلاص. إتس أوكي ما تقلقيش، لو في أي حاجة أنا كنت هعرف. أمال الراجل ده بيستهبل ولا بيستعبط؟ يا بنتي ما أنت عارف إن هو أصلا مجنون. طب هي ليه ما جاتش لحد دلوقتي؟ أوه إيه الجو ده؟ ما أنت عارفة إن حازم خلاص دماغه رايحة منه. موت وأعرف. جوزته على إيه ده؟ سألتها مرة قالت لي نصيب. المهم موضوعها انتهى معاه من زمان. بيتهيألك بقى على فكرة. تفتكر ملك اللي روحها في بنتها ممكن في يوم من الأيام تتجوز أو ترتبط بحد تاني؟ لا. ليه لا يعني؟ عشان أكيد القفل ده هياخد البنت منها. أنت جيت شحقة يا رمضان. أنا جيت. ملك أهي. قابلتي دكتور حازم تحت؟ دكتور حازم مين؟ هو أنا دماغي في حازم ولا عاطف ولا حاتم؟ أنا دماغي في ده. ده عقد كامبين جديد؟ لو أنت الصادقة ده العقد الحلم أبو 50 مليون. لا 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 أيوة بقى هو ده الكلام. مش مصدقة. وريني كده ناخد سيلفي معاه. طب انت خلصتي بسرعه كده؟ بسرعه ايه انت هتقر؟ بجد برافو بجد. هو ده 50 مليون؟ ثلاث سنين كل سنه ب 50. ثلاث سنين؟ 150 مليون؟ 150 مليون وانا ليا فيهم 5 مليون. مين ده؟ انا عارف ان اللي حصل لي امبارح ده كله من تخطيطك وان انت اللي بعتي لي مريم عشان تقتلني. هي مريم امبارح. اكدبي بقى وقولي لي بقى. لا اسمع انت تلزم حدودك معايا. قله ادب ما بحبش. هتتكلم باحترام اهلا بيك. لسانك يطول هقطعهولك. يما تصدقي خفت. ما بلاش الحبتين دول معايا. انا مش مريم. انا غير. ما عشان انت غير انا جيت لك. عشان انت اللي معاك الفلوس والبيزنس وكل العلاقات. لكن مريم دي غلبانه. دي طيبة وعلى نياتها. ده امبارح كانت هتودي نفسها في داهية وتخش السجن وتاكل انت التورتية كلها لوحدك. لا بس تصدقي يعني بجد صراحة يعني عجبتيني. دماغك دي متكلفة بصراحة تستاهلي تسقيفة. هو انت بتعمليها فين عشان اعمل زيها؟ دماغ ليه؟ هو انت فاكر كل الناس اوساخ زيك؟ هعديها لك دي واعمل اني ما سمعتهاش. شوف يا اسمك ايه؟ نجوم السماء اقرب لك من اللي بتفكر فيه. مليم واحد مش هتطول. مش بقولك عايزه تخلصي منها. هو انت مش واخده بالك ان الصور لسه عندي وكمان بقى في قضيه شروع في قتل. يا راسي وشروع ليه؟ ياما ما المثل بيقول اللي تعرف ديته اقتله. وبالسكينه بقى ولا بالمسدس؟ بالجزمه جديدة دي. ليه؟ هو انت عمرك ما شفت صرصار وهو بيدهس؟ لا شفت بنات أمارات زي كده وبإزازة مية نار بربع جنيه راحوا خالص في حتة تانية. موافقة. اللي يقدر على حاجة يعملها. ماشي. ما تزعليش مني بقى يا ملك. قبلي. أحسن إن شاء الله تفضل حزنانة عمرها كله.
بكره تشوف هيحصل لها ايه. ناديه. نعم. ناديه. 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 ايه؟ انت واثقه في الشيخ وهبه بتاعك ده ولا نروح احسن للشيخه فاطمه اللي قال عليها العطار؟ بقول لك ايه؟ نعم. خلي العطار بتاعك ده يتركن على جنب، ما يلتش كتير. يا ست الراجل بينصحني لله. متشكرين. لما تشوفه بقى المره الجايه قول له ناديه مراتي بتسلم عليك وبتقول لك متشكرين. مش عايزين الشيخه فاطمه بتاعتك دي في حاجه. يا سلام يا سلام. ولما انت فرحه قوي كده ما قلتيش لي على دم الغزال. ده ضحك على الدقون. عايز يفهمك ان هو بيخدمك. وانه فاهم في الحبل الروحاني. ما المسك من الغزال ولا هما بيطلعوه من الحمير واحنا مش واخدين بالنا؟ ليه ما هو المسك من الغزال؟ طب ما انا قلت ان المسك من الغزال. انا قلت حاجه تانية. طب يبقى بيعرف برضه اهو. ولما انت فتكه قوي يا ست ناديه ها وما جابتكيش ولاده وبتفهمي في الكفت، ليه خدتي قطرها وديتي لي الشيخ وهبه بتاعك؟ ليه ما خلصتيش انت الموضوع وعملت لها العمل؟ يا ريتني كنت اعرف. ده علم وبحر واسع. يعني العمل اللي يتعمل لملك يختلف عن العمل اللي تعمل لمريم. ليه بقى؟ ليه؟ لان التاني له حسابات وحاجه اسمها رصد وطلاسم انا ماليش فيها. طيب ماشي. طب تعملي التركيبه بقى ولا نعمل ايه؟ متوضي؟ ايوه الحمد لله. طب ليه؟ الحمد لله. يلا نحط. حضري اهو. بتكدبي عليا يا مريم؟ اقول لك رحتي له وتقولي لي لا؟ رايحه عشان تموتيه وتخلصي منه؟ طب ما يا غبيه هتتجابي، ده انت مراته. يعني اول واحده هتتسالي وتخش في سيم وجيم. رحتي له ليه؟ بتتصرفي من دماغك ليه؟ هو انا مش قايله لك سيبيلي الموضوع ده وانا هحله؟ ها؟ قلت كده ولا ما قلتش؟ انت عايزه تودي نفسك في داهيه؟ اخر طيشك ده ايه؟ مش كفايه ابوك اللي مات بسببك؟ ولا تكونيش صدقتي القصه اللي بنضحك بيها على الناس ونقول العربيه اللي اتقلبت؟ لا والصبح عامله لي فيها كيوت وجايه توريني الانذار اللي استلمتيه. طب ما كنت تقولي لي. ده انا فاكراكي ما بتخبيش عليا حاجه من ساعه موت بابا الله يرحمه، ومن ساعه ما عرفت مصايبك السودا. بتضحكي عليا يا مريم؟ بتخدعيني؟ بتلعبي بيا؟ اقول لك رحتي له وتقولي لي لا؟ اهو ما ماتش. وريني بقى هتعملي ايه ولا هتتصرفي ازاي. بص انا من النهارده ماليش دعوه بيكي. اركبي دماغك اعملي اللي انت عايزاه. وليكي عليا أول ما قضية عمك النصاب دي تخلص تاخدي فلوسك وانت حرة فيها إن شاء الله تديها كلها للحيوان اللي عندك عشان يطلقك. هو أنا هفضل شايلة قرفك لحد إمتى؟ ما كفاية اللي عندي. أنا إيه اللي خلاني أتنيل واجي من أمريكا؟ ما كنت عشت هناك أحسن لألف مرة. بتعملي فيها كده ليه يا مريم؟ حرام عليك. انت هتغصبيني اعمل حاجات انا ما بحبهاش. ده انا النهارده فرحتي ما كانتش سايعاني. العقد اللي بحلم بيه بقالي سنين مضيته ودخل عليا الكلب بتاعك نغص عليا فرحتي كاني مش مكتوب لي افرح. ربنا يسامحك. بحق آدم ونوح. بحق آدم ونوح والملائكة والروح. والملائكة والروح والنبي الممدوح. النبي الممدوح وبسر القلم واللوح وبحق هاروت. ناديه
لحد منهم يجي واحنا قاعدين كده بس مش واخدين بقى. ها طيب 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 وبحق هاروت وماروت اقسمت عليك. بس انت عارفه اللي بتريده كنت بتقرأ حاجه غلط الله يخليك. والله طيب اقسمت عليك. اقسمت عليك ايها الملك الموكل. ملك الموكل بهذه الاسماء. هذه الاسماء ان تجلب. ان تجلب محبه طارق. محبه طارق ابن ناديه. ابن ناديه في قلب مريم بنت هي ما اسمها ايه في قلب نعم يا اختي. وما اسمها ايه انت مش عارفه اسم سلفتك يا اخويا؟ انا فاكره قلت امبارح. وبعدين سلفتي منين؟ هو انا شفتها الا مره واحده وبعدين عرفت ان اخوك الله يرحمه طلقها وسافرت على امريكا. اسمها ليلى. ليلى اسمها طيب. ليلى اكتب في قلب مريم. في قلب مريم بنت ليلى. بنت ليلى وجلبتك في هذه الساعه. في هذه الساعه ها بسبعه اسماء. سبعه اسماء وحيرتك. وحيرتك واشعلتك. وأشعلتك وضربت الأرض من تحتك. ضربتيها ليه؟ ضربت الأرض من تحت. تحتك. وعقدت الجان من خلفك. وعقدت الجان من خلفك. ونطقت قرينك. نطقت قرينك فلا ينفك عملي. فلا ينفك عملي حتى ينفخ إسرافيل في السور. حتى ينفخ إسرائيل في السور وتخرج الموتى من القبور. الموتى من القبور بأمر ربي. بأمر ربي العزيز. العزيز الغفور. الغفور مفيش حاجة طلعت يعني. طبق بقى الورقة. حاضر حاضر. طبق الورقة. حاضر. تعالى بقى نفكر هنشربها ميتها ازاي. ايوه او عايزاك تكتب ورقة زيها بالظبط لابنك لطارق. اه طبعا. طيب حاضر اتفضلي الورقة اهي. اه طيب نعمل ايه بقى تاني اهو. اه. شوف بقى ايه. شوف بقى السحر ده هيعمل في اختها ايه. اه. اختها الايه ايه اللي هي مين؟ ملك؟ هيوقف لها المراكب السايرة. يا ريت. ومفيش حد هيحبها. نادية أنا عاوز جان من دول يديها قلمين. يلا اكتب لابنك بقى. اكتب لابنك. هقول لك الكلام تاني؟ طب مريم أنا حفظته. طيب. اكتب ايه؟ بحق آدم ونوح. مستنيكي تيجي تطمني عليا زي ما بتعملي كل يوم. زي ما بعمل كل يوم وانت مش عارفك وتبقي صاحيه. يا بنت اللذينه. وانا اللي فاكراكي بتبقي نايمه. على فكره دي اول مره انت تيجي وما تطمنيش عليا. حقك عليا يا حبيبتي. انا اسفه متزعليش مني. لما نشوف مين عايز ايه. ايه ده؟ هو عمره ما هيبطل الداء المهبب اللي هو فيه ده؟ تعالي حبيبتي اما نايمك. انت مش بردانه؟ لا. فكر على اليسار، مستر يا ستار، الوضعيه للبايرن بره يا مري. برضه ما بتردش، برضه ما بتردش. دي سابع ولا تامن مره اتكلمها. اتهد بقى، اتكسف على دمك شويه. محمود واعرف مين ابن الجزمه ده؟ وهي بقى اللي هتقول لك صح؟ لا 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 لا.
انا بقى مش هسيبها في حالها غير لما هي تقول لي، ولو ما قالتليش فانت موجوده ولا انت هتفضلي كده مالكيش لازمه كتير. يا عم انا سالتها وهي نفضت لي، اعمل لك ايه عشان تصدق؟ ما انا مصدقك بصدقك لان هي عملت معايا نفس الكلام. انت قلتي له اسمه ايه؟ الليسي. اه ما انا عارف ان اسمه الزفت على دماغ امه. اسمه بالكامل ايه؟ وهيفيدك في ايه يا فالح؟ اكيد هنلاقي له فيسبوك او تويتر او انستجرام، اي حاجه توصلنا لاهله. انا هموت واعرف انت شاغل نفسك بيه ليه. اتفضل. الشيشه بتاعتي بتاعت كل يوم. اوكي على فكره ده كان سؤال رخم انا مش هرد عليه. طيب عشان ارسيك بقى على الموضوع، اللي بترسم عليه ده مش هيحصل، فاحسن لك يا رامي تركز في الشغل التقيل اللي جاي لنا. نادين فخري وبكره فكرك مش هيبقى مجرد اكاونت او كلاينت كده عادي، لا 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 خالص، ده احتمال كبير قوي تبقى الايجنسي بتاعتنا بتشتغلش غير على الكامبين بتاعته. تشرب ايه؟ انت هتذاكر ميه. ليه ما بعتيش حد ياخد الحاجات؟ لو كنت تكلميني كنت بعتها لك. بصراحة اتلككت. أفندم؟ إيه أول مرة تسمعها؟ دول بيقولوا إنك من شبرا. روحي بقى يا أميرة، بكرة ميتنج مع كل البورد. ما تنساش بكرة الساعة 7. ولا 7 ولا 8، أهم حاجة عندي الميتنج، كلهم يبقوا موجودين. طب أقول لهم بخصوص إيه؟ بكرة هيعرفوا، وروحي. بس حلو قوي انك ترجعي بلدك وتشتغلي وتنجحي، مش سهل هنا. انت ما بتضيعيش وقت خالص. صراحه لا، مش بقولوا تايم از ماني؟ انا احب كده. مالك؟ انت خايفه سيره مستر نديم تيجي في التحقيقات ويحصل شوشره؟ بصراحه مصلحه ايه اللي كنت عايزاها مني؟ كنت عايزاني اعلم على واحده بتيجي لحضرتك المكتب، يعني نعملوا معاها الغلط من الاخر. اسمها ايه الواحده؟ الواحده دي اسمها مالا. انا شغلني اللي حصل لك امبارح، وتأكدت إن كل شكوك أميرة غلط. مدام رشا ملهاش علاقة بالموضوع خالص. عايزة أقول لك على حاجة.
بس يا ريت تفهم انه مش قصدي حاجه معينه جوه الحاجه اللي هقولها. يا ستي قولي انا سامعك. ده تقرير المونيتورينج قسم المتابعه. ودي الفاتوره اللي جات لك. عدد اعلاناتك اللي بينزل في المحطات يساوي نص الموجود في الفاتوره دي. ما تسرق يعني؟ لا ده انت بتتظبط. Ha 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 ha